مساء الخير. Property Yours برنامج اللي بيعرف المشاهدين على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. اليوم كمان رح نقدم لكم عقارات جديدة ومتنوعة. منتابع حلقتنا سوا لنعرف شو محضرنا فريق العمل لليوم. خليكن معنا. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين تحديدا فتأ قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج أربع سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداءً من 70 متر مربع. هاي إند انتيريورز بيتضمنوا برايفت إليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت إن إي سي، ثلاث غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سكيورتي مأمنة ومدخل خاص حاليا باخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا افيلبل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. فينيكس 2625 تاور بالأشرفية بعيد دقائق عن وسط المدينة وأهم المراكز الاقتصادية والتجارية والطبية. بيتميز بتصميم حديث ولوكجري عالية وبيتضمن شقق سكنية، مكاتب ومحلات تجارية. تاور مؤلف من 10 طوابق للسكن و20 شقة بالإضافة لطبقين ميزانين للمكاتب والمتاجر وخمس طوابق للستورج رومز مع 77 محل للباركينج. مساحات الشقق السكنية 195 متر مربع، ضمنهم 3 بدرومز، صالون وداينينج روم، واثنين باركينج لكل شقة. أول طابق للسكن بيتميز بتراس 80 متر مربع لكل شقة، والدوبلكسات مساحتهم 275 متر مربع. تو إليفيترز داخل التاور، دبل وولز للإنسوليشن، فاير ألارم سيستم، ورخام بالريسبشن أريا وباركي مصيف بغرف النوم، بالإضافة لجيبسون بورد ديزاين ولايتينج بكل الغرف. فينيكس 2625 موقعه ببرايم لوكيشن بالأشرفية ومودرن أركيتكتشرال ديزاين بالخارج بينعكس على الداخل. أفيلبل للبيع شقق سكنية، متاجر ومكاتب، بالإضافة لبانوراميك فيو على بيروت. شاليه فخم للبيع على شكل فيلا بيكفر دبيان، موقعه استراتيجي قريب 50 متر من المزار وكاشف عفيو جبل ما بينحجر. مؤلف من 3 طوابق للسكن ومساحته الداخلية 225 متر مربع، تابع لإلو جاردن 240 متر مربع. موقع الشاليه آمن بجيتد كوميونيتي وبرايفت انترنس خاص. أربع بيدرومز بالإضافة لأوبن ليفينج سبيس وكيتشنات، أما الفينيشينج هاي إند من أبرزها سانيتري أوروبية، باركي ماسيف، لايتينج ديزاين وفاير بليس. شالي بيكفر دبيان جاهز للسكن ببرايم لوكيشن قريب من أهم مراكز التزلج مع أندر جراوند فلور خاص للسكن والستورج. موجودين ببرايم لوكيشن ببيروت
على بعد أمتار من المتحف والعدلية. MHM Business Center Under Construction 7000 متر مربع مقسمين على 14 طابق. من أهم المراكز المحيطة بالمبنى مستشفيات، مصارف، بيت المحامي وبيت الطبيب. MHM مبنى تجاري مخصص للمكاتب والشركات، مؤلف من 14 طابق مع جراوند فلور وميزانين مساحتهم 450 متر مربع. الباركينج المخصص للمبنى مؤلف من 5 طوابق أندرغراوند. بيتميز MHM بمودرن ديزاين بالداخل والخارج ومواصفات عالية بتتضمن 4 هاي ستاندرد إليفيترز، عمار هاي أند ضد الزلازل وووتر بروفينج سيستم. موقع MHM استراتيجي قريب من أهم المراكز بالمدينة وبطلعة فيو صوب بيروت. ممكن تستفيدوا من اللانشينج برايس بهالمرحلة $3,600 لفترة محدودة والتسليم بال 2018. لوكجري بيلدينغ للأجار خاصة للهيئات السياسية والدبلوماسية بمنطقة اليرزي. بنية جاهزة للسكن، موقعها فخم بطلعة فيو بيروت والبحر من كل الطوابق. مؤلفة من 4 طوابق للسكن وأبارتمنت وحدة بالطابق. 3 شقق بمساحة 850 متر مربع وشقة وحدة بمساحة 650 متر مربع، بالإضافة ل 1500 متر مربع برايفت جاردن تابعة للبناية. طابق واحد فولي فيرنشت وديكوريتد، وكل أبارتمنت عندها مدخلين. من أهم المواصفات 5 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز، يوروبيان ماربل، هاي أند باثرومز، شمني، شوفاج وسنترال أي سي، واثنين كيتشنز بكل أبارتمنت. كل الغرف ماستر مع ووك إن كلوزت. أما الروف كاشف عفيو 360 درجة جاهز للاستعمال وللإيفنت. 2 أندرغراوند فلورز لباركينج 50 سيارة وللستورج. جيتد لوكجري بيلدينغ وسيكوريتي مأمنة، موقعها فخم واستراتيجي باليرزي قريب من بيروت. هاي أند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار، والبناية جاهزة للأجار. كشفت مصادر عقارية أنه أكبر عملية للبيع والشراء العقارية تم تسجيلها الأسبوع الماضي بالكويت بلغت قيمتها 5.8 مليون دينار. وأفادت المصادر أنه العملية المذكورة تكمن من اقتناص قطعة أرض تجارية بمنطقة شرق تبلغ مساحتها 497 متر مربع بقيمة 2.6 مليون دينار. كما نجح المستثمر نفسه ببنيتين بمناطق حولي والسالمية تبلغ مساحتها 1487 متر مربع بقيمة 3.2 مليون دينار. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.